في المكان الصح ان شاء الله كده. شكرا نضية. شكرا كابتن. قبل ما نختم قدامك الاوتوجراف، تاخد الاوتوجراف وفي في القلم وفي الصفحه تمام كده تكتب كلمه للبرنامج. خد خد الاوتوجراف كله عشان تعرف تكتب، عشان هتسمع الساده المشاهدين بعد كده انت كتبت ايه. سمع كده السيدة المشاهدين انت كتبت ايه؟ كتبت انه علي صوتك. من الفخر والسعادة ان اكون متواجد معك مع كابتن مصطفى عبده كضيف في برنامج المجري، وانه من السعادة الكبيرة والشرف الكبير ان اكون متواجد في قناة النادي الاهلي، مع تحياتي ضياء السعيد. حط القلم. حط القلم. واقفل الصفحة. نقفل الصفحة. حط الاوتوجراف. نحط الاوتوجراف. ونقوم انا وانت. ونقوم انا وانت. كده حلقتنا خلصت. ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من المجري. بشكرك يا ضيا. شكرا جزيلا. وان شاء الله كده نتقابل في احسن وقت واحسن حال. ربنا يخليك. يلا.